السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في حالة النهاردة نتكلم مع بعض عن عرض من عروض رنين على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية. العرض بيكون يوم الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله. الحلقة تنال إعجابكم. في أجهزة كتير جدا وفي عروض كتير جدا على الشاشات، موجود شاشات كتير جدا في عرض النهاردة. رب الحلقة تنال إعجابكم. يلا بينا نبدأ على بركة الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع أول جهاز.
دي برضو بعض الريفيوهات اللي احنا عاملينها في القناة على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية. الريفيوهات دي موجودة إن شاء الله في صندوق الوصف زي ما احنا شايفين كده. ده ريفيو عن السخانات الغاز، طبعا بنشرحه وبنشرح إمكانياته ومميزاته وكل حاجة عنه. برضو في ريفيوهات عن السخانات الكهرباء برضو بنشرحها بالتفصيل، بنشرح كل حاجة عنها. كل ده برضو هتلاقوه إن شاء الله موجود في صندوق الوصف. طبعا لو أول مرة تشاهدونا تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل، عمل اعجاب للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد عن الاجهزه الكهربائيه والاجهزه المنزليه، وريت الاشتراك في صفحتنا على الفيسبوك باسم كتالوج الاجهزه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.